صادق مجلس النواب اليوم بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر، وقد نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال تقديمه لمشروع القانون بكافة المهنيين في تحقيق ما وصفه بالإنجاز الهام، ما شهدت مختلف الفرق البرلمانية في تدخلاتها بمشروع القانون الذي يشكل بحسبها خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب. الحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الأستوديو الزميلة نجاة بوتفسوت. نجاة مساء الخير. مساء الخير عبد الله، مساء الخير مشاهدينا الكرام. مشروع قانون الصحافة جاء بمجموعة من المستجدات، يعني هلا حدثتينا عنها. نعم عبد الله، أولا مشروع القانون انطلق الاشتغال عليه منذ 15 سنة، والصيغة الجديدة والصيغة النهائية الحالية يعني تمت بعد مفاوضات كبيرة مع النقابة الوطنية للصحافة وفيدرالية الناشرين عفوا، وأيضا وزارة الاتصال. عبد الله، أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر إلغاء العقوبة الحبسية وتعويضها بغرامات مالية وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، إلى جانب إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحفيين وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحفيين من الاعتداء. هناك أيضا تعزيز ضمانات استقلالية الصحف وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. ينص مشروع القانون على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر، وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع. مسألة الغرامات المالية كان فيها نظر وجدل كبير في السابق. نعم. هل استجابت الصيغة الحالية للمشروع اللي مطالب المهنيين؟ نعم، تمت الاستجابة لمجموعة من المطالب، لكن هناك نقاط خلافية عبد الله في هذا المشروع حسب ما صرح لنا به رئيس النقابة الوطنية للصحافة عبد الله البقالي هذا المساء. فإن نص المشروع القانون أو مشروع قانون الصحافة والنشر استجاب لغالبية المطالب، فمثلا لا يمكن الالتجاء بصدد العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة إلى قوانين أخرى كقانون الجنائي وقانون الإرهاب، كما لا يمكن إعمال الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر. من المطالب التي تم الاستجابة لها كذلك حماية مصادر الخبر وعدم الكشف الجنائي إلا بمقرر قضائي، عدم تعرض الصحفي لرقابة قبلية أو بعدية، توفير الضمانات المؤسساتية والقانونية للصحفيين من الاعتداءات. وفي المقابل هناك مجموعة من النقاط الخلافية حول مشروع القانون، يتعلق الأمر بمسألة الاختصاص الترابي، بمعنى أن الصحفي يجب أن يتابع في مكان إقامته أو مكان صدور الجريدة، كما تتعلق النقاط الخلافية بالجهة المخولة لمنح رخصة التصوير للصحفيين بالمواقع الإخبارية. يدور الخلاف أيضا حول حجم الغرامات المالية وبسقف التعويضات، كما أن هناك مطالبا بوجود قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر. أيضا نجت منع انتشار ظاهرة القراءة المجانية للصحف داخل الأماكن العمومية، كانت أيضا من أهم المستجدات التي أتى بها القانون. نعم، منع العرض المجاني للصحف كان من أهم مطالب فيدرالية الناشرين ناشري الصحف، وأيضا أرباب الجرائد عبد الله. في تعليق لهم على هذه النقطة أكد لنا مهنيون أن المنع هو معنوي تحسيسي تربوي أكثر منه زجري، بما أنه لم تترتب عنه أي عقوبات في نص المشروع. وفي سؤال طرحناه حول ما إذا كان منع القراءة المجانية للصحف الورقية سيساهم في إنعاش المقروئية في المغرب، تقول نفس المصادر إن منع العرض المجاني للصحف لن يغير المنح العام للقارئ المغربي، لأن المقروئية في المغرب مرتبطة بمزاج القارئ المغربي. من جهة أخرى، سيمكن منع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العامة من تجنيب قطاع الصحافة المكتوبة خسائر مادية كبيرة يتكبدها سنويا بسبب القراءة المجانية، في ظل ارتفاع تكاليف الورق والكلفة الاجتماعية للمؤسسات الصحفية وتأهيل التكنولوجي لتلك المقاولات
الصحفية. عودة إليك. شكرا لك نجاة بوتفسوت على كل هذه التوضيحات.